يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. وحشتونا جدا في الأجازة الطويلة اللي فاتت، بس رجعنا لكم بكل الأخبار الجديدة، وزي ما عودناكم هنبتدي بفقرة ترانز أوف ذا ويك. وفاة مصطفى درويش، باك ستريت بويز يتصدرون الترند، عروسة باربي بتتصدر الترند، حالة من الجدل بسبب مسلسل سيتاديل. يلا بينا نعرف كل التفاصيل. أول خبر معانا النهاردة مع الأسف هو خبر حزين ومتعلق بوفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر 43 سنة بشكل مفاجئ. بمجرد ما أعلن أخوه هاني درويش عن الوفاة على الفيسبوك، حصل حالة من الحزن الشديد سيطرت على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا كلنا بندعي للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان. من الحاجات اللي صدرت الترند بشكل كبير خلال الأسبوع اللي فات هي حفلة باك ستريت بويز واللي أقيمت في مصر لأول مرة، وطبعا الحفلة دي جزء من جولة فنية للفريق اللي اشتهر في التسعينات، وهتكون الجولة في عدد من الدول الأفريقية والعربية ومنها طبعا السعودية والإمارات. وكانت صور الفريق في الأهرامات وجولتهم السياحية في النيل من أكتر الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا قبل الحفل اللي أقيم يوم الاثنين اللي فات. عروسة الأطفال باربي اتصدرت الترند خلال الأسبوع اللي فات، وده بسبب إعلان الشركة المنتجة للعروسة عن إصدار خاص بيها بتمثل طفلة مصابة بمتلازمة داون، وده طبعا كجزء من خط ماتل باربي فاشونيستاز. الشركة قالت إنه الهدف من إنتاج العروسة دي إنها تعرف الأطفال أكتر على المصابين بمتلازمة داون وتقرب ما بينهم. الشركة كمان وضحت إنها أصدرت قبل كده عدد من عرايس باربي بهدف التوعية برضو، ومنهم عروسة بتستخدم سماعات لضعف السمع وعروسة على كرسي متحرك أو بأطراف صناعية. وشرحت الشركة الهدف من الإصدارات الخاصة للعروسة باربي، وقالت إنها بتحاول توعي الأطفال في سن مبكر وتعودهم على التعامل مع المصابين بمتلازمة داون أو غيرها من الأمراض الأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة بجد الفكرة حلوة جدا، لأنها بتدي الأطفال فرصة إنهم يقبلوا الآخر ويقدروا يتعاملوا معاهم بشكل طبيعي جدا. حالة من الجدل الكبيرة خلقها مسلسل سيتاديل حوالين العالم بعد إذاعة الحلقة الأولى ليه، وده لأن المسلسل اتصدر كل محركات البحث حوالين العالم وبقى الترند رقم واحد عالميا بعد إذاعة الحلقة الأولى، واللي حققت ملايين المشاهدات حول العالم. المسلسل من بطولة ريتشارد مادن، وهو طبعا بطل مسلسل جيم أوف ثرونز، وكمان النجمة الهندية بريانكا تشوبرا، واتعرضت الحلقة الأولى منه يوم 28 أبريل اللي فات، ومن المقرر كمان عرض الحلقة الثانية إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. أما قصة المسلسل فبتدور حوالين وكالة التجسس العالمية والمستقلة، وهي وكالة سرية كان نشاطها اتوقف لسنين وبعدين رجعت تاني تمارس أعمالها عشان تحافظ وتنقذ العالم من المؤامرات السرية واللي هدفها تدمير العالم كله. والحقيقه انه زي ما في اشاده عالميه بالمسلسل كان في كمان نقد كبير ليه، وخرجت بعض الصحف العالميه عشان تقول انه قصته مقتبسه من فيلم للنجمه العالميه جوليا روبرتس وهو فيلم دوبليسيتي. وبكده تكون خلصت فقره ترانز اوف ذا ويك.